متى بدأ الغش في الكيل والميزان؟ وشلون خطر على بال البشر من الأساس أصلاً أنهم يغشون؟ وشلون أول إنسان بدأ يأخذ أموال وحقوق الناس؟ ومن هم قوم شعيب؟ وما هو العذاب الذي أنزل عليهم؟ كل هالأسئلة راح نعرف إجابتها اليوم بعد ما نسمع قصة اليوم، قصة سيدنا شعيب عليه السلام. السلام عليكم وبركاتكم، شو اخبار ستمان؟ جديدكم اليوم بقصة جديدة. ايش قصة اليوم؟ قصة سيدنا شعيب عليه السلام. فقبل نبدأ اتمنى لكم اشتراك في سبت الموجودة في صندوق الوصف جميعها، تابعوني عليها وبسم الله نبدأ القصة. من هو نبي الله شعيب عليه السلام؟ نبي شعيب عليه السلام اختلف العلماء الى الان، اللي يقول انه جاء بعد لوط عليه السلام، واللي يقول انه جاء بعد يوسف عليه السلام، بس لحد الان مو معروف. بس قال الله تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. شعيب عليه السلام هو أول نبي عربي، وخرج لقرية اسمها مدين، والقبيلة اللي تسكنها تسمى مدين، وكانت قرب مدينة معان، وهي مدينة مشهورة في الأردن اليوم. يا حبيب الأردن. فكانت مدين قرب معان، قرب بحيرة لوط، والبحيرة هذه أصلها أن الله سبحانه وتعالى لما أمر جبريل بغلب قرية لوط، فنزع قرية لوط من الأرض وجعل عاليها سافلها ودمرهم وجعل مكانهم بحيرة، وهي مشهورة ومعروفة اليوم عند البحر الميت. وأحداث القصة هذه صارت بعد مدة قريبة من هلاك قوم لوط. وكان قوم سيدنا شعيب عليه السلام كفر وفجر، كانوا يعبدون الأصنام ويقطعوا الطريق، كانوا يوقفون بطرق التجارة، كانوا يأخذون جمارك ظلما من الناس، وما كان يمر عليهم حد إلا أنهم يأخذوا عشر أمواله، وكانوا تجار قشاشين ومن أسوأ الناس معاملة، يبخسون الميكالة والميزان ويأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص، وكانوا يعبدون شجرة تسمى الأيكة، وأسماهم الله بأصحاب الأيكة. بعث الله فيهم رسولا منهم وهو النبي شعيب عليه السلام. أخذ النبي شعيب يدعو قومه لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ونهاهم عن الأفعال القبيحة من بخس الناس أشياءهم وأخافتهم لهم في سبلاتهم وطرقاتهم. فقال لهم عدونا نشترجم: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولكنهم رفضوا وكذبوا وقالوا على الاسترجيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. أي سألوه بسخرية واستنكار: هل الصلاة تأمر بأن هناك تشرعات في الأموال الخاصة بهم؟ استهزأوا به في مقولة إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا يا شعيب أنت لست برسول الله، إنما أنت بشر مثلنا وتسحر الناس بكلامك، أنت من المسحرين. قالوا إنما أنت من المسحرين وأنت تبغي من وراء ذلك منفعة خاصة بك. قال شعيب عليه السلام: إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. وذكرهم سيدنا شعيب عليه السلام باللي حصل للأقوام الآخرة من قوم ثمود ونوح وصالح، وهذا كان الإنذار الأول، وآمن مع شعيب عدد قليل، لكن معظم القوم رفض دعوته واستمروا في كفرهم وسوء أخلاقهم. وقال له: إنما أنت يا شعيب من الذين أصابهم السحر إصابة شديدة فذهب بعقولهم، وما أنت إلا واحد مثلنا في البشرية، فكيف تختص دوننا بالرسالة؟ وإن أكبر ظننا أنك من الكاذبين فيما تدعيه من الرسالة، فإن كنت صادقا في
دعوة النبوة فادعي الله أن يسقط علينا قطع عذاب من السماء تستأصلنا، يعني كذبوه وطلبوا بأن يسقط عليهم عذاب ربنا. ووصل الأمر إلى تهديد شعيب عليه السلام بالنفي، اشتدت عداوة القوم لشعيب وهددوه بالطرد من القرية لو ما رجع لعبادتهم اللي هي الأصنام وملتهم. قال السادة والكبراء من قوم شعيب الذي تكبروا عن الإيمان بالله واتباع رسوله شعيب عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. راح نخرجك يا شعيب أنت ومن تبعك من المؤمنين من ديارنا إلا إذا صرتم إلى ديننا، يعني إذا صرتم معنا يا شعيب. قال شعيب منكرا ومتعجبا من قولهم، إن اتباعكم على دينكم وملتكم الباطلة لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانها. قال قوم شعيب له على سبيل التحدي والتكذيب، هذا ما استرجعوا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. يا شعيب إننا لا نفهم الكثير من قولك، كان قصده من استهانة، يعني إحنا مش فاهمين أنت إيش تقول، لأنه قبل لم نألفه ولم تتقبله نفوسنا، ولقد أطلت في دعوتنا إلى عبادة الله وترك النقص في الكيل والميزان حتى مللنا دعوتك وسئمناها وصارت ثقيلة على مسامعنا وخافية على عقولنا، وإننا لا نراك فينا ضعيفا، لست من الكبراء أو من الرؤساء، ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رجما بالحجارة وليس لك قدر واحترام في نفوسنا. وهنا قال لهم عدبان اشتراجيم، قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يا قوم عشيرتي أعز وأكرم عليكم من الله، نبذتم أمر ربكم فجعلتموه خلف ظهوركم لا تأتمرون به ولا تنتهون بنهيه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة ويجازيكم عليه عاجلا أم آجلا. وفعلا بدأ العذاب ينزل على مدين وما كان صنف واحد بالأصناف من العذاب. أوقف الله الهواء وعذب قوم شعيب وظلوا أياما ملاقين الهواء واشتد الحر حتى كادوا يهلكوا. ثم الله سبحانه وتعالى أرسل قيمة كبيرة خارج القرية وفيها الظل فجلسوا تحته، فلما جلسوا تحت الظل بدت الأرض تتزلزل تحتهم فسقطوا جميعا على ركبهم. ثم جاء جبريل عليه السلام فصرخ فيهم صرخة واحدة فماتوا أجمعين، كما ذكرت في القرآن الكريم عذاب المسترجيم. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ونجى الله سبحانه وتعالى شعيب واللي آمنوا معه برحمة منه، ونظر شعيب إلى ما حل بقومه وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى أي حزن على قوم كافرين. وعاش سيدنا شعيب عليه السلام مدة من الزمن بعد هلاك قومه بعدما أدى الأمانة وبلغ ما أمره الله بتبليغه وجاهد في الله حق جهاده، ومات عليه السلام في الأردن ودفن فيها وقبره هناك في وادي يسمى بوادي شعيب، وهو مقام مشهور ومعروف هناك، ويقال أنه مات بمكة ومن معه من المؤمنين، وقبورهم قربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم، والله أعلى وأعلم. وكذا نكون نهينا قصة سيدنا شعيب عليه السلام. لا تنسوا لايك واشتراك، وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف، تابعوني عليها جميعا، وصلوا على النبي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أحبكم، مع السلامة.